العفو لا يكون إلا بقانون وليس بقرار. الإخوان ليسوا فصيلا هاويا لسه بيبدأ، فهو يعلم وعنده مستشاريه اللي يقولوا له أن العفو ما يبقاش إلا بقانون. دي نقطة. النقطة الثانية، الراجل كان متهم ظلما في محكمة عسكرية. ده محكمة عسكرية يا أستاذي، أرجوك العفو في كل الحالات الشاملة. أصل الحكاية أنه كان متهم لو سمحت، العفو الشامل لو سمحت لا يكون إلا بقانون. بس خلينا في النقطة، أي قانون؟ طب هما رجعوا للنيابة العسكرية وقالوا إن إحنا نقصد بيها كل القضايا. بس امال هنفترض جدلا، اللجنه خدت اكمل كلامي. اتفضل. انتم اغلبيه ومعاكم السلفيين في المجلس، وقدمتوا مشروع بالعفو الشامل عن اللي كانوا بيقاوموا مبارك من 16/10/81 حتى قيام الثوره. لماذا لم تمدوا هذا العفو الى الذين حكموا محاكمات عسكريه؟ وكان القانون ده ممكن يطلع من مجلس الشعب في 3 ساعات. مع حضرتك انتم ما قدمتوش ليه؟ عشان تطلعوا 12,000 واحد، 95% منهم من شباب الثوره حكموا عسكريه منذ سقوط مبارك 11 فبراير حتى الان. انا بقى اللي قدمت المشروع القانون من 3 ايام بالعفو الشامل عن كل الذين حكموا عسكريين قبل وبعد الثوره وحتى الان، بما فيهم خالد شادي. كلام جميل. هل يصح بقى يا استاذ ابو العز ده خلل قانوني؟ ورقه مش كامل. الدكتور حازم ابو اسماعيل هل له ذنب ان والدته كانت تجنس؟ دي قصه اخرى، خلينا ما ندخلناش في قصص ثانيه. الله يبارك، الله يخليك. ما هو ملوش ذنب، انما عنده خلل قانوني ولا لا؟ يا استاذ ابو العز انا بتكلم. وبعدين نص مجلس الارشاد، انا سياسيا كنت ضد انه خالد شادي رزق. ليه؟ لانه نزوله سياسيا دلوقتي غلط. انت حر، انت حر، وجهه نظرك لك. انا بس اكمل بس في كده يا استاذه الدكتوره، انه الاستاذ ابو العز احنا مش عايزين نتكلم حضرتك، نخلص النقطه دي عشان ما انا بقول له يا استاذ ابو العز، ما كان يجب منك كرجل مناضل ان تقوم مثل هذا الفعل؟ من الذي كان يفعل هذا الفعل؟ كان من الممكن ان يقوم بها احد الفلول، هو الذي يفعل هذا الفعل. ما كان يجب، لكن ما كان منكم ان تصدروا قرار، تستصدروا قرار من المجلس العسكري بالعفو عن خالد شطر واحد ونسيبه. احنا اللي بنستصدر؟ امال هو طلع ازاي؟ يعني احنا اللي بنستصدر؟ مين يعني قاعد مع خالد شطر؟ قاعد مع المشير. بنقول للمجلس العسكري قبل ما يروح يطلع الشعب، بنقول له كده. طب ليه طلعتوا قانون، طلبتوا قانون قرار لخالد شطر وسبتوا 12,000 واحد؟ لا غير صحيح. الموقف مش الموقف بيني وبينك مش عايز اقول بقى مش مبدئي، ما هواش حتى متسق. ما كان يجب منك استاذ ابو العز بامانه شديده وحب وتقدير لك ان يصدر هذا، وانا برضو بحب الناس كلها وبقدرها، لكن انت عندك خلل قانوني باوراقك. لا 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 لا، ورايح تترشح وتبتلع كل الوطن. ما كان يا استاذ اسالك سؤال، طب انا هسالك سؤال بريء لو سمحت. كلام غير صحيح. طب اسالك سؤال لو سمحت، لو سمحت، لما اعلن ان الاستاذ خالد الشاطر، المهندس خالد الشاطر هيترشح، مش حصل هياج في الراي العام والاعلام؟ وهنا ما تناقشش من وجهه نظرك. اقول لحضرتك، ما انا عارف وجهه نظرنا، وجهه نظر اللي هاجم ليه او اللي تذمرهم، لانه في احساس ان الاخوان يريدوا في ظرف مناسب مش مناسب ان هم يبتلعوا الوطن ويحولوا الى جمعيه الى وعزه للاخوان. الناس شايفه ان ده كلام غلط. يبقى واخدين الاغلبيه في الشعب. هقول لحضرتك، لما يكون المشهد لو كمل، ها الاغلبيه انا حميد لكم، انا حميد خيرت الشاطر وحميد الاخوان. صحيح. من اللي زي دقيقه واحده يعني يمكن اللي بيتكلم عليه هتعرفوها بعدين. لا لا، انت بتقدمش، انت تقدم لنفسك، تقدم للوطن، ده شيء. انما انا بعمل عمل عام. ايوه، انا مسؤول منك، كل خدمه انا مسؤول منك، كنت مسؤول مني لو سمحت. كلنا مصريين وكلنا وطنيين. اعتقد انه من يتحدث عنهم وصوت قوي في الشارع المصري، انه لو حصل انه الاخوان والحزب النور اخذوا الاغلبيه في البرلمان، ورئيس البرلمان من الحريه والعداله، ورؤساء اللجان الحريه والعداله، وبعدين انا برسم صوره مخيله، ممكن اللجنه التاسيسيه اغلبيه وكانوا هيكتبوا الدستور من وجهه نظرهم، وبعدين قالوا وازاي جنزور يمشي، احنا هنعمل حكومه دلوقتي حالا. طب ايه المشكله؟ استنى دقيقه واحده معايا بس. فالمجلس العسكري قال لهم حاضر اتفضلوا اعملوا حكومه، فبقى عندهم دلوقتي البرلمان واللجنه التاسيسيه والحكومه. جم قالوا الحكومه والرئاسه. انا بفترض مع حضرتك، انا بفترض مع حضرتك افتراض يا دكتور. لا دقيقه واحده بس، ها ومشيت وسمعوا كلامهم وقالوا لهم اتفضلوا اعملوا الحكومه اللي انتوا عايزينها، فعملوا الحكومه. طبعا هيبقى رئيس الحكومه منهم، وبعدين جم قالوا ورئيس كمان من عندنا، وطلع الرئيس من عندكم، يبقى ابتلعوا البلد. طب ثواني بقى، دقيقه واحده، هذا هو ابتلاع البلد. ما هو ده اللي احنا مش عايزينه. احنا عايزين تقسيم السلطه. اقسم بالله العظيم انني قدمت لكم خدمه العمر، مش في الخدمه يا فندم، وللوطن خدمه العمر. احنا عايزين تقسيم السلطه بين كل التيارات. حضرتك اشد ان الميدان ما كانش متسق يا دكتور
جمال امبارح لو سمحت لي ليه جاي مفرغ؟ نزول خيرت الشاطر كان هيفرق الميدان اكتر، وكنا هنتصادم كلنا. انا انقذت الوطن من مغبه هذا. لا الموضوع انت لا انت حطيت يا دكتوره كلام عايز ايه ابتلع، بيقول لك حتى ابتلعوا البلد لو السيناريو ده اتنفذ. ما هو ده خطا. ليه بقى؟ هقول لك حاجه، هقول لك حاجه، وخدتوا اللجنه التاسيسيه ما خدناش حاجه. فين اللي هقول لك بس يا دكتوره ما خدتوهاش. ثواني بس، يا دكتور سيبنا ابو العز ابو العز اتكلم بقى، مش كده اجاوب بس. الطرح اللي انت طرحته تسمح لي، اسمح لي اجاوب عليه. انتوا عندكم مرشح برضه. بص حضرتك، اي عمل سياسي للاستاذ ابو العز في حزب الاستاذ محمد يعمل حزب، من حقك انك انت ترشح على جميع المقاعد في مصر، من حقك ان تترشح رئيس الجمهوريه، من حقك ان تطالب ان تكون رئيس الحكومه بقانون صحيح العمل واجراءات صحيحه. انما اذا كان القانون مزيف والاجراءات مزيفه، وفي لحظه عايزين نتجمع كلنا يا دكتور. انت عايز تسال وتجاوب على نفسك. لا مش خليني اكمل. اتفضل. فاذا العمل السياسي من حق اي فصيل سياسي أو حزب سياسي أن يتعامل مع الواقع السياسي كما يراه هو، مش كما يراه غيره. واحد. كلام سليم. اثنين، نعم طبيعة المرحلة أنا متفق معك تحتاج إلى حالة من التوافق، وبناء عليه حينما قال الإخوان في 9/2 قبل التنحي بيوم أنهم لن يرشحوا رئيسا ولن يدعموا مرشحا إسلاميا، كان هذا الكلام لطبيعة المرحلة التي كانوا يعيشون فيها، وكان هذا قرارا منهم وليس وعدا. يعني هم قرار ألزموا أنفسهم به. ثم جرى في النهر مياه كثيرة، بمعنى أنه التطورات الحادثة كثيرة. لما أشرت ليها أكمل بس. لا أنا لما أشرت ليها يا أستاذ أكمل، الله يبارك لك، أكمل الفكرة عشان نخش ملف تاني. دي نوع عايز نخش ملف تاني، هختم بدي. ففكرة أن هم الإخوان طرحوا لأن خطورة الموقف لا يتطلب أن هم رشحهم رئيس، وزي ما حضرتك بتتفضل انهم لا يتحملوا كل شيء، لانه الذي يتحمل كل شيء في هذه المرحله في غايه الخطوره. واذا اخطا الدنيا كلها تقلب عليه، ويكون خساره في تاريخيه. ايوه بس العمل فعملوا ايه؟ عملوا ايه؟ ما انا هقول لك. اعملوا لي تمثال بقى. هقول لك اعملوا لي تمثال انا انقذتكم. لا احنا دول التمثيل. اقسم بالله العظيم انا قدمت لكم خدمه. يا اخي اسمع بس يا استاذ ابو العز، مش كده؟ اسمع يا استاذ ابو العز، انا باكد كلامك. انا هلعب لعبك حديد يعني ولا اعمل ايه؟ اتفضل يا دكتور. اخلص من هذا، انه طرحوا فكره الرئيس التوافقي، وده عارفه الاستاذ ابو العز، لدرجه ان حتى بعض اللي هم مرشحين حاليا كلهم قالوا ايه ده فكره رئيس التوافق دي تأمريه، وانا رئيس التوافق. يعني البعض منهم قال انا رئيس التوافق. مش بس كده، الاخوان حينما راوا ان المساله لم تجد قبولا لدى الشارع او الاحزاب القسيسيه، خلاص كان طرح واجتهاد، شكرا ما فيش مشكله. عملوا ايه؟ برضو اجتهاد منهم، ذهبوا الى رموز محترمه معتبره من القضاء المصري، لان هم من وجهه نظرهم ان السلطه القضائيه ما زالت برغم ان وجود فيها بعض الثغرات انه ما زالت هي قويه والى اخره ومحترمه. فذهبوا الى بعضهم ثلاثه انتم تعرفونه والاعلام تحدث عنهم، كانوا رايحين لهم كاخوان يكلمون لو سمحت. هو انت عايز تخلينا خليك كمل. لا يا استاذ انا اكمل وعلم. انتوا كنتوا رايحين كاخوان تتفاوضوا مع الخضيري او مع النكي ايا كان، مش ولا كنتوا مشكلين مجموعه من القوى السياسيه ريحه تدور على الشخص؟ اصل هي تفرق كتير يا دكتور. كلام حضرتك يبدو انه براق، والحقيقه انه غير كده. لو انت واخد مجموعه ائتلافيه ورايح تتفق مع واحد، يبقى احنا بندور على اتفاق. انت دلوقتي اسمعني بس، انت دلوقتي انا بكلمك الاخوان، بكلم على الاخوان اكمل فكره. فلما خلاص في الحته دي، لما راحوا لبعض القضاه في النهايه ما وافقوش، درسوا الامر كمؤسسه، هم كاخوان في مؤسسات الجماعه في مؤسسات الحزب، فانتهوا الى ان هم يرشحوا احدا من الاخوان. هم حرين يا اخي، انت ما تديهمش صوتك، ومن معك ما تديهمش صوتك. فهذا كان قراره، يتحملوه هم الذين يتحملوه. فكان عندهم لديهم توقع من الناحيه القانونيه زي ما حضرتك تفضلت، انه قد يكون هي ليست من الناحيه القانونيه الصحيحه، ولكن من الممكن ان اللجنه تستبعد المهندس خالد الشاطر فقاموا بترشيح الدكتور محمد مرسي. وبالفعل حدث انه اللجنه ابعدت، وبناء عليه الاخوان لم يعترضوا وعملوا هوجه في قصه اللجنه وكذا، لا قالوا خلاص احنا عندنا مرشح فلان، لانه القضيه ليست في الاشخاص، هي في المشروع، ويحملوا مشروع نهضه يريدون ان يطبقونه بعد ذلك مع القوى السياسيه، هيبقوا لوحدهم ايا كان بصرف النظر. من هنا فكره ان هم يريدوا ان يستحوذوا، هذه غير موجوده يا استاذ ابو العز، لانه الواقع
بيقول غير كده تماما، يقول ان هم جزء من السلطه الشرعيه، ما فيش حد واحد ماسك يعني محليات. حضرتك عم بتتكلم عن الاخوان يعني. ايوه انا بقول لك سلطه الاخوان، عدم الاستحواذ يا دكتور يعني. اللي احنا كنا نعمل سوا ونتوافق سوا ونروح سوا ونسعى سوا، انتوا رحتوا لوحدكم وتاكلوها لوحدكم برضه ناكلها. طيب انا اللي حاسس ده يا دكتور، ممكن اطلع فاصل؟ طب قول لي نص مجلس الارشاد لما يبقى كان مش مع ترشيح، انا بقول لك مش مع ترشيح خالد الشاطر، لما فاهم يقول يكتب انه مش معاه، لما القوى السياسيه منظمه تقول احنا مش معاه، هل ده ما كانش احساس بمحاوله استغلال ظرف زمني معين لن يتكرر؟ لن يتكرر. ثانيه واحده يا استاذ ابو العز، دكتور جمال يعني احنا دلوقتي دخلنا في تفاصيل خلافات، احنا عايزين نتكلم في موضوعات. دكتور ممكن اقول حاجه؟ هو قبل دي مباشره هي دي هتقول اللي انت عايزه. ابو العز الحريري دائما يريد ان يصور المساله بانه هو لديه المعلومه الصحيحه ونحن لدينا معلومه خطا. يقول لك مكتب الارشاد 50 و50، هذا خطا. انا بقول لك ده خطا، مش انا بتكلم. اهو انتوا كنتوا واخدين قرار يا جماعه يا دكتور؟ لا بس مش بالشكل انت بتقول 50 و50، 30 و50. يا رب حاجة بس. طيب احنا دلوقتي مش من اهم الاسباب اللي قامت عشانها ثورة 25 يناير سيطرة حزب واحد على كل السلطات اللي موجودة في البلد، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة لا 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 مش بالتزوير بس. الأحادية يا دكتور جمال ايا كان مين الحزب دوت مهما كان هو ايه لا تؤدي الى تطور البلد. حضرتك شايف انه منطقي ان يكون الحرية والعدالة مسيطر على السلطة التشريعية؟ لا انا ما بقولش يسيطر، هو لا هو مسيطر ويسيطر تصحيح ونطلع فاصل. اقصد انه من حق اي فصيل سياسي او حزب يرشح على منصب رئيس جمهوريه في مجلس الشعب يرشح كما شاء، مفيش مشكله. بس ما يقولش للشعب في الاول ان انا مش هرشح وبعد كده. ما انا قلت